مساء الخير للجميع، حلقة جديدة من لم الشمل أنا ويارا. مساء الخير لك أيهم، ومساء الخير لمشاهدينا. خلونا نشوف شو عنا مواضيع لليوم. بائعة المعروك أيقونة جديدة تروي عذابات التهجير. رفع الدعم عن البنزين وشكران مرتجى غاضبة. ومناشدات للأمم المتحدة لا تقطع شريان المساعدات عن الشمال السوري. أطلق فريق منسق استجابة سوريا مناشدات للمنظمات والمؤسسات الإنسانية العاملة في مناطق شمال غربي سوريا، مطالبا إياها بتقديم الدعم العاجل إلى مركز الحجر الصحي في مدينة دركوش الواقعة في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي. كان المركز قد خصص لعزل المهاجرين العائدين من تركيا إلى سوريا، وذلك لمدة 14 يوما. وأكد مدير الفريق محمد الحلاج معاناة المركز من الاكتظاظ مع تزايد أعداد المعزولين فيه يوميا بعد أن وصل عددهم إلى 200 شخص. يذكر أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال غربي سوريا، حيث كشفت شبكة الإنذار المبكر العاملة في المنطقة إجراءها ما يزيد عن 547 فحصا للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، كانت جميعها سالبة. نبقى في الشمال السوري، حيث خصصت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب صندوقا للتكافل الاجتماعي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للكوادر التعليمية العاملة بشكل تطوعي في المنطقة بعد أن توقف تمويل المنظمات الدولية والجهات المانحة لها. مبادرة مهمة بالفعل أيهام، وبحسب بيان صادر عنها أكدت مديرية تعليم إدلب أن فكرة المبادرة تقوم على تقديم المدرسين من ذوي الرواتب جزءا من رواتبهم بشكل تطوعي غير إلزامي إلى صندوق التكافل لتوزع الأموال التي جمعت على الحالات الضرورية من المدرسين المتطوعين. واعتبر البيان أن الصندوق من شأنه إنقاذ العملية التعليمية في المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية في إدلب، والتي أصبحت عرضة للانهيار والتفكك بعد أن تخلت عنها المنظمات الإنسانية. حكايتنا التالية عن جدة سورية وجدت نفسها بعد أن هجرت من ريف إدلب إلى مخيم أطمة تهتم بأحفادها الثمانية بعد أن لم يعد لهم سواها. المزيد عن فتحية في هذا التقرير. أم المول اللي تجيب، أم اللي تربي، وما أغلى من الولد إلا ولد الولد. هكذا تعبر الجدة فتحية عن عاطفتها تجاه أحفادها الثمانية الذين لم يتبقى لهم سواها بعد أن نجت وإياهم من هجمات النظام. من دون أي أمتعة أو لباس جاءت فتحية إلى مخيمات مدينة إخلاص بعد أن نجت من القصف بمساعدة إحدى جاراتها، وتواجه حتى اللحظة صعوبات في تلبية احتياجات أحفادها الذين يبلغ عمر أكبرهم 10 سنوات. في مخيمات أطمة قرب الحدود السورية التركية تعيش فتحية منذ 4 أشهر، وتؤدي دور الأب والأم لأحفادها بعد أن استشهد والد 5 منهم قبل مدة، وأما والد 3 الباقين فقد أصيب ليتم نقله إلى تركيا وهو حالياً يتلقى العلاج.
تعاني فتحية يومياً من أجل تأمين الوجبات الغذائية، وتقتصد قدر الإمكان في استهلاك المواد من أجل ألا يجوع أحفادها. وإذ يحتفل الأتراك هذه الأيام بمناسبة عيد الأم، فإن عيني فتحية ترنو إلى يوم يحتفل فيه من هم في المخيمات بالمناسبات، فالمناسبات بالنسبة لمن هم مثل فتحية من المهجرين ترف لا يتوفر في حياتها وحياة القاطنين في المخيم الذي لا مكان فيه إلا للكفاح من أجل لقمة العيش. تعمل الطفلة روبا المهجرة من قرية جبكاس بريف سراقب بائعة للمعروك حتى تؤمن لقمة العيش لإخوتها الصغار، فوالدها مريض وغير قادر على العمل. تعيش عائلة روبا مع عائلة خالها في خيمة واحدة في مخيم الملعب على أطراف بلدة كلي شمال إدلب، والخيمة بالأساس كانت مخصصة لإيواء المواشي. نتابع معنا. اسمي روبا، نزحنا من جبكاس على كلي من ريف حلب الجنوبي. أنا كنت صف رابع وأدرس بالمدرسة، وأبوي ما يقدر يشتغل بيدسك ظهره، وأنا اضطريت أشتغل بالمعروك. وهين بمدرسة بس مو أبوي بيدسك ما أقدر أشتغل، اضطريت أشتغل بالمعروك. كل يوم أنا أروح أشتري معروك وأجي أبيع، كل يوم أعدي من الشارع وأدور بالخيم حتى طالع حق ربطة خبز. بنتي عم تشتغل لأن أبوها ما بيحسن يشتغل، أبوها ظهره يوجعه ما بيحسن يشتغل. نحن من ريف حلب، عم تبيع كعك معروك مشان تجيب لنا هالخرجية حق هالخبزات خضرايات، تعرف أنت كل شي غالي. وأزمة نزوح وطلعنا بأغراضنا، ما طلعنا بتيابنا، ما جبنا ولا غرض معنا، مشان هيك بنتي عم تبيع. أنا ما بدي إياها تبيع، بدي إياها تتعلم وتصير مثل الطالبات وعلى المدرسة، ما بدي إياها إنه تبيع. أدت العواصف المطرية الأخيرة التي ضربت عدة مناطق في سوريا إلى إلحاق أضرار جسيمة بمخيم أبو خشب في ريف محافظة دير الزور، بعد أن اقتلعت الرياح القوية خيامهم لتتركهم في العرق. بحسب صحيفة فرات بوست الإخبارية، فإن المخيم المتضرر يؤوي نحو 9000 مهجر، أي ما يعادل 1700 عائلة تعيش جميعها أوضاعا إنسانية صعبة للغاية بسبب النقص الحاد في مياه الشرب والغياب التام للقطاعين الصحي والتعليمي. وهذه ليست المرة الأولى التي يعيش فيها مخيم أبو خشب الواقع بالقرب من محافظة الحسكة هكذا معاناة، حيث تعرض لعدة حوادث شبيهة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى إلحاق الضرر بخيام المهجرين وجرفها بالأمطار الغزيرة. نبقى في ريف دير الزور، حيث أدت ثلاثة حرائق اندلعت خلال الأيام الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة إلى إتلاف محاصيل المزارعين لهذا العام. نعم أيام، وتأتي هذه الحرائق في وقت يستعد فيه المزارعون لموسم الحصاد قبل أن تلتهم النيران نحو 100 دونم من الأراضي المزروعة، ولكن ماس كهربائي قد تسبب بأحد الحرائق، إلا أن أسباب الحريقين الآخرين بقيت مجهولة. في سياق متصل، التهمت 5 حرائق اندلعت في مناطق متفرقة في محافظة السويداء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ما تسبب بإتلاف 150 دونما منها، ثم وصلت النيران بعدها إلى مرآة بمبنى البلدية في المحافظة. يعني
يعني وكأنه أيهم وضع السوريين ناقصه كوارث طبيعية لحتى تكمل معهم. للأسف كتير بنحزر لما نشوف هيك أخبار، يعني نتمنى لهم أكيد السلامة. خيمت أزمة وباء كورونا بظلالها على كثيرين، لا سيما الفنانين الذين تأثروا وتأثر فنهم بالحجر الإجباري والذي لحقه حظر التجوال في إسطنبول. كل ذلك دفع الفنان التشكيلي السوري مصطفى تيت للرسم على حجر الطريق في الشارع من وحي الحالة ليكون متاحاً للجميع رؤية الرسومات من شرفات منازلهم، ما لاقى استحسان الجيران وأعجابهم. الصعيد الفني مثلا انا كفنان او كانسان لما بدنا نحط يعني انحصر في بيت كاقامه جبريه ممكن تاثر حالتي النفسيه شوي، فانا من خلال تاثري بالحاله هي نظرت اول ما نظرت البيئه انه لازم نطور نفسنا اكثر بالنظافه اكثر، فحاولت انه يعني ارسم شيء انه ازرع فيه البهجه والابتسامه. فانا اللي فادتني انه على الارض لاني الناس ما فيها تمشي، الناس من البراكين عم بتحاول تتجول بالجو اللي حولها، فمن البراكين ممكن تشوف العمل على الأرض مباشرة، فإذا رسمته على الحيط فما رح يستفيدوا شيء من البراكين أو شيء. أي انتظرت ل 12 بالليل حتى بديت بالشغل، فتفاجأت أنا ماني منتبه من في خلفي يعني، فإذا البراكين وبالشبابيك الناس جواريني طبعاً عم بتفرجوا وبشوفوا الرسم المباشر، فالجيران كلهم بعرفوني فنان انه برسم او بنحت جوات الاتيلي تبعي، تفاجئوا مني انه انا عم بشتغل بالشارع. يعني كان عندي افكار كنت حابب انه اشتغلها، لكن الضغط اللي عشت فيه جوات البيت جوات المرسم بعد تعدت شوي عن الافكار اللي كنت انا ليها. يعني أنا كفنان اهتمامي بالنحت والزبون برا أو الطلبات أو المعارض أو غيرها كثير تأثرنا، لأني مثلنا مثل بقية البشر الثانيين، نحن عندنا نشاطات من خلال معارضنا من خلال لقاءاتنا اكتشافنا للمواد غيرها تأثرنا، لأني إقامة جبرية فما فيك تاخذي راحتك التامة إنه تتجولي تشوفي الأصدقاء تشوفي المعارض الثانية، تأثرنا كثير بالأخص وقت الحجر كثير تأثرنا مادياً كفنانين، وما في بيع يعني ما في حركة نهائية، يعني بده يشتري مني يجوز حالته أسوأ من حالتي، ففي ركود تام اقتصادي. طبعا بنطلع من هالحالة هي عنا أمل إن شاء الله نقدم أعمال تانية ونستفيد من هالفترة الحجر إيش أثرت فينا، ممكن ينطبع عمل من أعمالنا إن شاء الله. أعلنت الحكومة البلجيكية عن نيتها استقبال 18 لاجئاً قاصراً غير مصحوب ذويه من اللاجئين العالقين في المخيمات المكتظة بعشرات الآلاف في جزر اليونانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي وقعت عليه 8 دول أوروبية لاستقبال الأطفال والمراهقين اللاجئين في اليونان من دون معيل وتوزيعهم بشكل عادل فيما بينها، وكانت كل من ألمانيا وفنلندا قد سبقت بلجيكا باستقبال العشرات منهم. يستمر عدد من الدول الأوروبية باستقبال اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بذويهم والعالقين في المخيمات المكتظة في الجزر اليونانية أيضا ضمن الاتفاقية التي وقعت عليها 8 دول في الاتحاد الأوروبي لاستقبال 1600 من هؤلاء الأطفال والقاصرين. المزيد في الانفوغراف التالي. Thank you.
مشاهدينا استنونا بعد الفاصل. برافو عليك يا شاطر.